السلام عليكم خوت، بغيت نهضر معكم في المشكل اللي واقع دابا. اول حاجه الغلط ماشي ديال البنت، الغلط ديالي انا اللي خرجت من عندي الصوره بالغلط، وتداس 13 دقيقه عاد رديت لها البال وسبريميتها وكتبت ستوري بان راه خرجت بالغلط، وكنطلب منكم انكم ما تبارطاجيوهاش. ثاني حاجه بغيت نطلب السماحه من الاب ديالها بزاف، والدة ديالها والاخت ديالها على هادشي اللي واقع. حتى هادشي ما يقبلو حتى شي واحد، وحطت راسي في بلاصتو، هادشي ما كانش خصو كاع يوقع، وحاسس باشنو هو مناش كيدوزو. كنطلب منهم السماحة مرة اخرى، وكنطلب منهم السماحة بزاف، ما بقاش عندي الوجه كاع لا اللي يشوف فيها هي ولا اللي يشوف دارهم. العلاقة اللي كانت بيني وبينها هي انني كنت خاطبها وكنبغيها ديال بصح وناول المعقول، لانه كيوقعوا مشاكل بحال كاع الناس اللي جوج مع بعضياتهم راه ديما كيوقعوا مشاكل، شي حاجه اللي عاديه. ثاني حاجه كنطلب منكم انكم تحبسوا البارطاج ديال التصويره هذه، الله يستركم والله يرحم لكم الوالدين، ديروها بحال اختكم، دير حطوا راسكم في بلاصتها، ما تستاهلش هذاك الشيء كامل. فريمون دريه بنت الناس وبنت دارهم وقاريه، وما ماشي ديال هادشي كامل، ماشي ديال هادشي. الله يدير اللي فيها الخير، والمسؤولية كاملة انا كنتحملها، واي حاجة اللي كانت غادي ترد لها القيمة ديالها نستعد نديرها، والمسؤولية الكاملة كنتحملها انايا فهادشي. والغلط راه ماشي ديالها، الغلط راه ديالي. الله يدير اللي فيها الخير، كنعتذر منكم حتى نتوما بزاف على هادشي اللي وقع، ما كانش خصو يوقع فريمون، وكنطلب منكم السماحة. ربي وتيسمح، و كنتمنى انكم تفهموني وصافي هادشي اللي كاين. شكرا لكم بزاف على التفاهم ديالكم.